شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في المؤتمر الخاص حول تاريخ المسيحية في البحرين، والذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. وقد رحب معالي وزير الخارجية بالحضور معبرا عن تقديره لحرصهم على المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعكس الجهود البارزة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لتعزيز قيم التعايش والحوار على الصعيد الدولي. أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن مملكة البحرين تعد من النماذج الرائدة والمتميزة للتعايش الديني في العالم بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومبادرات جلالة التي الدؤوبة على الصعيدين الإقليمي والدولي لترسيخ التعايش السلمي والحوار البناء بين كافة الأديان والشعوب. شدد معالي وزير الخارجية على أن المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع ويحظون بكل التقدير ويتفاعلون بحرية كغيرهم من أتباع الديانات السماوية الذين يعيشون منذ قرون في مجتمع متحضر ويقومون بدورهم في مسيرة التنمية والنهضة في مملكة البحرين التي تفتخر بهذا الإرث وتعمل بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على حمايته والترويج له، وخاصة في ظل ما تواجه المنطقة من تغيرات وتحديات.